كابتن فاروق، احنا قاعدين دلوقتي في ملعب نادي الاولمبي، الاستاد الرئيسي هنا اللي شهد الانجاز التاريخي لجيل حضرتك. بتفتكر ايه واحنا قاعدين في الملعب دلوقتي؟ بفتكر الانجاز اللي انت سيادتك قلت عليه كان انجاز بالنسبه لنا خارق، لان احنا كان في عندنا رئيس نادي سليمان بيه عزت، في بوبا فيتش مدير فني، لعيبه على اعلى مستوى، ربنا جمعهم، خدنا الدوري مكافأة من ربنا سبحانه وتعالى على اللي الإدارة عملته. تفتكر المكافأة وقتها كانت كام لما خدتوا الدوري في سنة 66؟ كان مبلغ كبير قوي. كام؟ 200 جنيه. 200 جنيه. 200 جنيه. أنا كان ليا صديق ليا اسمه إبراهيم عفيفي، كان أصلاً لعيب هنا. أما خدنا ال 200 جنيه قال لي بقول لك إيه؟ أنت تبني عندكم في البيت. أيوه. تبني لك دور. قلت له ده دور؟ قال لي انت حسبناها عندنا البيت فيه 16 عمود. قال لي 16 عمود وترمي السقف ب 200 جنيه، وكل ما تكسب ماتش ب 30 جنيه تقفل اوضه. يعني شقه كامله بال 200 جنيه وقتها. دلوقتي ال 200 جنيه بقى. طب تفتكر الجيل بتاعك يا كابتن فاروق، الجيل العظيم بتاع حضرتك اللي حققته بطوله الدوري سنه 66، في البدايه كان في حراسه المرمى مين؟ دي علامه بتبقى جوه الواحد مش بينساها يعني. كان عندنا اتنين حراس مرمى، ضيا والسيد محسن. من اليمين مصطفى شتا، جنبيه محمود بكر والسكران. والبوري شمال، يعني كان بيلعبوا بطريقه 4-2-4 اياميها. كانت كل الانديه كانت بتلعب 4-2-4. كانت برازيليه يعني. البرازيل كانت شغاله بيها. الاثنين اللي في النص كابتن سعيد قطب اللي هو كابتن النادي، وجنبيه حلمي سليمان. حلمي سليمان ده كان لاعب كبير، كان لاعب في الاهلي. هو كان احسن لاعب في بحري في المنصوره، وبعد الاهلي خده وجاب الاهلي عندنا. وبعدين من الشمال في كان محمود بدوي، وجنبيه بدوي عبد الفتاح، وجنبيه بدأ وفتح جالكم الترسانة وقتها. كان جاء هو بدأ وجاه على البحرية. وبعدين البحرية انضمت مع الأولمبي. أصبح من ضمن معاك. فكان بدوي يا البحر جسور. أي من الاثنين يعني، واحد متصاب التاني بيلعب بيكون موجود. وعز الدين يعقوب وأنا ناحية اليمين. فونج رايت وونج ليفت، واثنين اللي هم رؤوس الحربة يا بحر جسور يا بدو عبد الفتاح. كنت حضرتك عامل ثنائي كابتن فاروق السيد وعز الدين يعقوب. احنا اصلا احنا جهه واحده. يعني في حته بينا وبين بعض بتاع 50 متر بيتنا. ففي تفاهم وانا فاهم سرعاته. فكان ربنا حابيني بان انا بخيل قوي ان انا مديك الكوره اديها لك مظبوطه. مش اديها لك في وسط اثنين ثلاثه، طب ما هتبوظ. ده عامل زي ما اكون انا معايا جيني في جيبي ورحت ماسكه كده رميه. لا، انا اديه صح، اديه للمكان بتاعه. فانا كنت اتخير اللعبه المظبوطه في الاتجاه المظبوط اديها له يجيبها جول. فكرك يا كابتن فاروق بمشوار بطوله الدوري. كسبته الاهلي والزمالك. لكن كان في مباراه الاسماعيلي وقتها كمان، يعني انتوا خسرتوا من الاسماعيلي في الاسماعيليه 5، لكن عوضتوا هنا في الاسكندريه كسبتوهم 5. صح. هي هناك كان الكابتن رضا الله يرحمه وانا وعز ما لعبناش. مش موجودين في المباراه. ما كناش موجودين في الفرقه، ما اعرفش الاسباب ايه. لعبوا هناك اتغلبوا 5-1. الماتش الريتيرن بقى هنا عندنا. كان عز التمرينه الاخرانيه عملوا علينا كده شيك اب كده. فقالوا لا ده عز ضربات قلبه سريعه، لا ده قلب ده بتاع. انتشر الخبر ان عز مش هيلعب قلبه تعبان. فعز سامع قال لهم قلبي تعبان ايه، انا متمرن وزي الحصان. فكابتن تيحة قال له لا ده الدكاتره، قال له لا مفيش حاجه اسمها دكاتره، انا هلعب الماتش. يا ابني يهديك يرضيك. فبص له كده قال له انت عايز تلعب الماتش؟ قال له قال له طب اكتب ورقه اقرار انك سليم وهتلعب. راح كاتب الاقرار. قال كتبه لسليمان بيه عزت رئيس النادي وقتها، قال له الموت علينا حق، انا هموت. مش هموت على فرشتي، هموت في الملعب. تضحيه كبيره وقتها. انا اعصابي باظت. اما قالوا هيلعب يا عز بنقص الماتش ده، قال لي بقول لك ايه هلعب يعني هلعب. الراجل قال له يلعب. كان هدفكم الدوري وقتها بس يا كابتن فاروق؟
يعني بترمي اي حاجه ورا ظهرك. سليمان بيه من البدايه هو والمدرب هدفه الدوري. الدوري بس احنا بنأدي بقدر المستطاع. يعني بنأدي قدامك وحوش الاهلي والزمالك والاسماعيلي، ربنا نفذنا من كل الكلام ده الى ان جاء الماتش بقى بتاع الريتيرن ده. فعز نزل، احنا بنسخن، انا بسخن وعينك عليه. الماتش ده المفروض متسجل يعني. انا بسخن وعيني عليه، هيقع 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 وهو ولا في اي حاجه. ابتدينا نلعب كسبناهم 5-0. كان ليا نصيب ان انا اجيب جونين باسلوب واحد. يعني هم عارفين ان انا بموه تاخد الكره بسرعتك افضل اموه واعمل نفسي ان انا داخل على جوه، طالع من على بره والعز كده لقيتهم بيرموا رامين بره كده. طب خليك اخش على جوه بشمالي جوم بشمالي جوم جوم اسطمبه. الكابتن المستكاوي قال لك عز الدين قلب الاسد يثبت انه ما يستروا الكره. ما كانش بقى بيتلقى الكور بقى بالجري، لا ابتدى بقى يمسك الكوره يدي وينج ليفت يدي وينج رايت يدي قدام. استاذ نجيب المستكاوي كان على طول بيطلق الالقاب على اللعيبه كلها في ايه صح بيقولها صح. فكان بلاي ميكر بقى سعيد عز. وكسبنا 5. المباراه اللي كانت اصعب بقى في مشوار بطوله الدوري سنه 66، هي كل مباراه كانت صعبه، بس هي في مباراه بقى كنا رايحين قبل النهائيه، كنا رايحين نلعب النادي المصري، فكانت المنافسه قريبه بيننا وبين الزمالك. الزمالك صرح انه هيدي مكافئات لكل لاعب في النادي المصري 50 جنيه لو يكسبوا الاولمبي، وده حقهم ده بيحفزهم حفز اكسبوا. فاحنا لعبنا، عز جاب جونين، كسبناهم 2-0 في المصري. اصبح الماتش بقى الريتيرن عندنا هنا، الزمالك هيجي لنا نطلع درون ناخد الدوري. نكسب يبقى خير وبركه. فاخر 10 دقائق او كره فت بيها كده زقها، كان اسمه ايه ده باك، ما لعبوش ابو رجيله يوميها، باك تاني، زقها طلعت كورنر. فانا بوستها كده اوتوماتيك يعني، وحطيت انا لما بلعب الكورنر من الرايت بلعبها بشمالي، بحبها ان تاخد كيرف كده، فلعبتها بشمالي. عز راح ناطط حاططها سمير محمد علي. كابتن عز كان مسمينه السهم الاسود. السهم الاسود كان طلقه طلقه طلقه. وبعدين كل ايه مش الستارت بتاعه، لا بعد 10 متر تلاقي نفسك كان اتنين قطرين عكس بعض، يعني انت بتجري وراه انت بتجري وراه تلاقي هو بيجري كده والتاني مش معاه. كان حكايه عز الله يرحمه.